والسابقه نشوف تي في مثلا. مرحبا بكم معنا في البث المباشر مدينه الفنيدق. عندنا واحد القصه ماساويه بكل المقاييس للاسف ديال هذا السيد اللي امامكم متسبعينا معك داشي دوي غتهضر نيابه عن الاخت ديالو اللي مسكين مريض بالسرطان وعنده سبعه ديال الاطفال ومريض بالسرطان. حياته ولات جحيم. باغي غير نتعالج باش نخدم على وليداتي ونرجع كيف كنت. متسبعينا قصه ماساويه. اللي باغي يدير الخير شكون باغي يدير الخير؟ هذا هو السؤال. اللي باغي يدير الخير هو امامكم. اللي باغي يمشي للعمره، اللي باغي يمشي للعمره ولا يمشي للحج هو امامكم متسبعينا. كما قلت هذا السيد اللي كتشوفوا مريض مسكين بالسرطان الله يشافيه وعنده سبعه ديال الوليدات كيعاني في صمت في مدينه الفنيدق. كما قلت الاخت ديالو هي اللي غتهضر، هو ما قدرش يهضر مسكين لانه ما كيقدرش يهضر، ما عندوش الجهد. انتما كتعرفوا المعاناه ديال السرطان. متسبعين كنشوف تي في. اللي باغي يدير يد الله ها هو الخير امامكم جهه عندكم. الرقم الهاتفي هو امامكم متسبعين ديال هذه الاسره. باش تشوفوا التفاصيل غادي نسمعوا لسان الاخت ديالو. تفضل. السلام عليكم اخوتي، حنا كنطالبوا منكم الله يسهل عليكم تقدروا تعاونوا هذا السيد. هذا راه فيه السرطان وراه درنا له العمليه وما عينا من عانيه والو. دابا بغينا نشريو له الدواء، عنده سكانير المركوب غالي بزاف وعنده سبعه الوليدات. راه هو عايش غير في الباديه. دابا جيتو عندي انا، دابا انا اللي هزاه واقفه معاه. وراكم عارفين في هاد اللحظه ديال كورونا راه الحاله ميته، ما كاينه لا خدمه لا حتى شي حاجه. كنمشي للرغايب باش نخدم باش نجيب له باش نتعاون معاه ونديه للسبيطار. كندي حتى الرباط سويسي باش يتعالج. انا بغيتو يبقى على الوليدات ويبقى قدامي، هذيك هي الدنيا وما فيها. هانتوما كتشوفوا اخوتي انتي عنده القربه غاليه بزاف باش كيلصقها يهبط فيها البول. حاشاكم اخوتي الله يسهل عليكم الله يزاديكم تقدروا تعاونوا هذا السيد وتفقفوا معاه الله يرحم بها الوالدين. راه ما عندوش وعايشه في العربيه في الباديه وراني اللي واقفه معاه. دابا راني عييت وما عنديش باش نوقف معاه وما بغيتش خويا يدعمني يدي. الله يجازيكم الله يسهل عليكم الله يوقف معاكم كي وقفتوا معاه. الله يوقف معاكم الله يجازيكم بخير. اذا كما سمعتوا متسبعين كنشوف تي في على لسان الاخت ديالو الدموع ديالها مسكينه طبعا، لان الاب اللي سبعه ابناء صعيب الله يحسن العوان. والمرض ديال السرطان متسبعين انتم كتعرفوا عليه مكلف في هذا الزمن للاسف ديال الكورونا. الله يحسن العوان، يعني سبعه ديال الابناء ومصاريف كثيره والمرض ومصاريف ديال المرض السرطان المتسبعين كنشوف فيه انتم كتعرفوا. نتمنوا بالفعل هذه البيضاء اللي باغا دير الاجر دير يد الله، ديروا يد الله مع هذا السيد هذا. والدموع ديال الاخت ديالو مسكينه كتعاني لان هي اصلا كانت كتشتغل في المعبر باب سبته. لا تفضل. في المعبر باب سبته دابا ما بقاش عندنا الخدمه، سدوا علينا. دابا وليت الحرجه والرغيف ولكن والو من الخدمة. انت عارف ان الحرجة والرغيف راه 70 درهم ما دير لك حتى حاجة. يلا كنجمعها باش كنمشيو في الكار باش نوليو نرجعو. والدواء غالي، عنده واحد الكينة كدير 60 فرانك وحدة كدير 1000 درهم، غالي الدواء بزاف. وراك عارفين الشيمي وعارفين بزاف الحالات. الله يحسن العون الله يعاونو الله يسهل عليه الله يشافيه يا ربي ودعوا معاه بالشفاء يا ربي سهل عليه يا ربي. ولا عاونتو راه بحال اللي شريتو الجنة ديالكم وحجيتو. إذا متسبعين نتمناو بالفعل هذه البيضاء وصحاب الحسنات أنهم يديروا يد الله مع هذا السيد هذا. سبعة ديال الوليدات راه ماشي سهلة طبعا الله يحسن العوان. معاناة بالجملة. نتمناو بالفعل الناس اللي باغا دير العمرة ودير الحج هو أمامكم متسبعين. هذه حالة مأساوية وكتأسف. نتمناو بالفعل هذه البيضاء. الرقم الهاتفي هو أمامكم أمام الشاشة. غادي نسمعوا الاخت طبعا قلنا شنو اللي باغي كتطلب. كنطلب يعاونونا والله يسهل عليهم، لا جبت على خاطرهم ولا كانوا قادرين يعاونوا هاد السيد هذا. راه ما عندوش وما فعلتوش غير يدير سكانير. السكانير كيدير 60000 ريال وما عندوش من نجيبها له. ضروري سكانير تحليله عطينا له راه هما ما درتهملوش كاع. ما باش نديرهم الموجود الله يا ربي راه هما باقين عندي تمايا في الملف. ودابا خويا الا كانوا كيشوفون هاد المتبعين الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم الا بغاو يعاونوا هاد الانسان هذا راه بحال يشريو الجنه ديالهم. هادشي اللي كنطلبوا منهم والله يعاونهم الله يجازيهم بخير.
اذا المتتبعين قناه شوف تيفي مازال معكم في البث المباشر من مدينه الفنيدق. كما قلت عفوا قصه يعني ماساويه بكل المقاييس. شكون باغي يدير الخير؟ اب لسبعه اطفال مريض بالسرطان حول حياته الجحيم، بغيت غير نتعالج باش نخدم على وليداتي، يقول نرجع كيف كنت. نتمنوا بالفعل متتبعينا انا نعطيكم هاد الصور باش تشوفوا يعني المعاناه ديالو طبعا، والاخت ديالو مسكينه الله يحسن العوان، يعني من النساء اللي كانت كتشتغل في المعبر الحدودي، ولكن للاسف تم اغلاق المعبر الحدودي ومع زمن الكورونا كذلك معاناه بالجمله. الان رجعت كتبيع الخوز والحرشه، ولكن انتم كتعرفوا الاقبال الضعيف خاصه مدينه الفنيدق في الاونه الاخيره. متتبعينا اللي غادروها عدد كبير ديال الناس والتجار والناس اللي كتشتغل في التهريب المعيشي، للاسف بعد ما تم اغلاق المعبر الحدودي قبل بدايه كورونا، الان معاناه بالجمله. نتمنوا بالفعل متتبعين قناه شوف تيفي ان هذا الشخص اللي امامكم اب لسبعه ابناء يلقى الايادي البيضاء، والناس اللي باغا دير الخير كما قالت السيده الاخت ديالو اللي كتهضر اللي تكلمت نيابه عنه، لانه ما يقدرش مسكين يهضر نظرا للمعاناه ديالو والجحيم اللي كيعيشوا مع هذا السرطان. للاسف بغينا الدعوات ديالكم متتبعين قناه شوف تيفي داخل الوطن او خارج الوطن، ديروا يد الله مع هذه الاسره. الرقم الهاتفي امامكم بالمناسبه حذاري من النصابه، حيت كاين بعض الناس كيستغلوا هذه الارقام الهاتفيه ديال الناس وكيتصلوا بهم على اساس يديروا شي يد الله، بحال الحاله اللي وقعت في مدينه تطوان. يعني باش كنحضروا المتتبعين ديالنا وحتى هذه الاسره هي معنا مباشر نحضروها، اذا اتصل بكم شي واحد قال لكم خصكم تصيفطوا لي راه هما حنا خصنا انتم خصكم يعاونكم. كاين حاله مماثله في مدينه تطوان، صورنا مع الزوج والزوجه كيعيشوا باعاقه، اتصلوا بهم شي مسخوط الوالدين الحقيقه على اساس انه صفه محسن، قالوا لنا شريتكم الدار خصكم تخلصوا الوثائق ديال الدار، تصيفطوا له 6100 درهم ساكن لجموعة مع عند المحسنين. اذا المتتبعين نتمنوا بالفعل نلقاو الايادي البيضاء، الناس تاخذ الامور بجديه بروح المسؤوليه طبعا والتضامن المعروف على المغاربه، وحذاري من هذه النصابه. وهذا نداء لكل الايادي البيضاء اللي باغي يدير الخير. متتبعينا هنا في مدينه الفنيدق انتم كنشوفوا المعاناه ديال هذا الرجل اللي هو اب لسبعه ابناء، للاسف هما كتعرفوا المعاناه والمرض كيفاش تيأزم مولاه. الناس اللي عندها الفلوس راه خرج عليهم، ما بالك الانسان اللي فقير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنوا بالفعل الايادي البيضاء. الرقم الهاتفي امامكم، الرقم الهاتفي 06 90 37 55 56 65. غنعاودوا الرقم 06 90 37 55 65، والرقم بالمناسبه راه كيبان امامكم امام الشاشه متتبعينا. نتمنوا ديروا يد الله مع هذا الرجل، انتم كتشوفوا مسكين كيعاني في صمت وعنده شنو سميتها هذيك لاله؟ القربه. ديك القربه لانه الصونده كما كتسمونا انا دايره الصونده متتبعينا اللي كيخرج منها ديال البولاد. هاد البوله ديال البوله حيت حيدوا له النبوله طبعا، حيت حيدوا له النبوله متتبعينا. معاناه كبيره تعيشها هاد الزوج هاد الرجل اب لسبعه ابناء متتبعينا. نتمنوا الايادي البيضاء كما قلت، الناس اللي باغا دير يد الله تعاون هاد السيد، تعاون الله يشافيه. ونتمنوا بالفعل القول الايادي البيضاء. نتمنوا هذا نداء موجه لاصحاب المال، الناس اللي باغا دير الخير، الناس اللي مسك عليها الله، الله يخليكم، ديروا يد الله مع هذا الزوج هذا مسكين. سبعه ديال الابناء راه ماشي سهله، وخاصه مع المرض ديال السرطان. انتم كتعرفوا المعاناه متتبعينا ديال الناس اللي كتعاني بالسرطان، شنو هو المشكل والمصاريف ديال التنقل من والى والادويه والشيميو وسير على ذلك. اذا مثلا المصاريف ديال التنقل باش يمشي خصو يرافقوا المبيت الاكل، يعني مصاريف كثيره متتبعينا. مباشره من الفنيدق دائما احنا معكم في هذا البث المباشر. نتمنوا الايادي البيضاء متتبعينا كما قلت، وغنذكركم بالرقم الهاتفي 06 90 37 55 65، 06 90 37 55 65، الرقم الهاتفي كيبان امامكم امام الشاشه. نتمنوا بالفعل الايادي البيضاء كما قلت، الناس اللي باغا دير الاجر هذه هي المناسبه. الله يشافيه ويعافيه وطلبوا الله الصحه والعافيه بالدعوات ديالكم متتبعينا داخل الوطن وخارج الوطن. اسره كتعيش الفقر والهشاشه في زمن كورونا مع الجائحه مع السرطان، يعني تخيلوا انه سبعه ديال الابناء باش يوكل هذه الوليدات بزاف اللي هو الميدان ديالو، يعني مصاريف كثيره متتبعينا الله يحسن العوان. الدعوات ديالكم الله يشافيه. نتمنوا بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه وبروحها المسؤوليه والتضامن المعروف على المغاربه في هذه العواشر هذه. ونتمنوا انه الرقم الهاتفي هو امامكم، وذكرناه نذكركم مره اخرى به 06 90 37 55 65. نتمنوا بالفعل متتبعينا الايادي البيضاء، ونتمنوا كذلك الجمعيات، وهذا نداء اصحاب المال والاعمال ورجال المال والاعمال عفوا، ونداء السيد وزير الصحه. نتمنوا هذه الحالات ان نلقوا
الوزاره المعنيه دير يد الله مع الناس البسطاء الفقراء اللي سيعيشوا الامر راهي متسابين. اذا مباشره من الفنيدق قبل ما نقطعوا هذه المباشره نعطيو كلمه الاخيره للاخت ديال هذا السيد هذا اللي كتنوب عليه بالمناسبه نعطيوها كلمه الاخيره في المقطوع المباشر. تفضل. السلام عليكم. الله يسهل عليكم اخوتي، الا عاونتوا هذا السيد هذا راكم عندكم الجنه، شريتوا الجنه براسها. الله يسهل عليكم، الله يوقف معاكم. ولا عاونتوا اخوتي راه الله يرحم بها الوالدين، حنا كننتظروكم من هذا السيد هذا تعاونوا وتوقفوا معاه. حنا ما بغينا من حتى شي حاجه، حنا بغينا غير الصحه ديالو ويوقف على رجلو وتعاونوا وتوقفوا معاه. الله يسهل عليكم، راكم عارفين الحاله ضعيفه، ما عندوش وعندو العيال، عنده 7 دراري ما عندوش اللي يخدم عليه. والله يسهل عليكم، الله يوقف معكم لو وقفتوا مع السيد. وعندو المراه ميته، الله يسهل عليكم، الله يوقف معكم. راه عندو عليته ما عندوش حتى المراه في الدار، الله يوقف معكم. عندو كلشي صغير، كلشي في الارض. عنده مول 5 سنين 6 سنين 3 سنين ما عندوش الدراري كبار كاع، خلى لها العائل باقي صغير. مره يلاه عنده عام ماتت، ما الله يرحمها ووسع عليها. والله يجزيكم بخير لو وقفتوا مع هذا السيد وعنده علي تما، راكم بحال تشريو الجنة بيدكم. الله يسهل عليكم، والله يعطيكم شي حجه في النبي هادشي اللي نقول لكم، وسمحوا لي اخوتي والله يسهل عليكم. اذا كما سمعتم متابعي قناه شوف طبيب للاسف ان الزوج توفات له الزوجه ديالو وعنده 7 ديال الاطفال في السن الصغار، يعني اطفال يعني صغار. الكبير ديالو شحال عنده؟ الكبير ديالو عنده 17 سنه. يعني 17 سنه الاخر شحال عنده؟ الاخر هي عندها عامين. عندها عامين للاسف، يعني توفات الزوجه الله يرحمها المدام ذات السيد هذا، وخلات له الاطفال صغار يعني ديال عامين. تصوروا ما مدى المعاناه اللي وماتت بهذا المرض هذا، ثاني بهذا المرض سرطان ماتت بيته هي مسكينه ضربها الراس. للاسف متابعينا قصه ماساويه بكل المقاييس، حتى الزوجه رحمها الله ديال هذا السيد مات بسرطان في الراس، وهو عنده سرطان في النبوله للاسف، و7 ديال الابناء. يعني ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. نطلبوا بالفعل ايدي البيضاء متابعينا، توقفوا مع هذا السيد هذا وديروا يد الله. متابعينا كنشوف تابعي كنا معكم مباشره من الفنيدق، تحيه معتكف لكم اينما كنتم داخل المغرب او خارج المغرب. نتمنوا الناس دير الاجر وتعاون هذا السيد هذا، لان عنده 7 الوليدات عفوا، والاخريه عندها 2 سنين، والزوجه ديالو تاهي توفات بالسرطان وتا هو مريض بالسرطان. كان معكم معتكف من الفنيدق مباشره، الى اللقاء في مباشر اخر.